مرحبا بكم مشاهدينا في موعد جديد من نشرة الأخبار. على نسمة البداية كالعادة بأبرز العناوين: 5 قتلى و54 جريح في حادث قطار جبل الجلود، وإقالة بالجملة صلب الشركة الوطنية للسكك الحديدية. نقابة القضاة التونسيين تدعو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى الحضور بكثافة الأولى اجتماعات المجلس المزمع عقدها غدوة الخميس. ورغم تطور الطب والعلوم، الشعوذة والدجل عالم غامض خلف أبواب مغلقة. مرحبا بكم من جديد. نفتتح نشرتنا بالحادث الحزين اللي شهدته بلادنا اليوم الصباح، وفاة 5 أشخاص من بينهم رضيع ربي يرحمهم، وإصابة 54 أخرين في حادث مروع تمثل في اصطدام قطار بحافلة نقل ركاب في جبل الجلود. التفاصيل في التقرير التالي. هذه ماتت عام توجنا الخبر، ماتت عليه هكا، عليه هكا من بين عيد ميلادها فرحانة به، عمرها 42 سنة ما صدق جبتها. ما زالت حوادث القطار تحصد العديد من الأرواح، والحصيلة المرة هذه 5 قتلى من بينهم عون أمن تابع لفرقة مكافحة الإرهاب، وزوز ضباط في الجيش الوطني، ورضيع 54 جريح. في حدود 36 متاع الصباح، وعلى مستوى تقاطع السكة الحديدية والطريق الوطني رقم 1 بمنطقة سيدي فتح الله من معتمدية جبل الجلود، القطار الرابط بين الدهماني وتونس يصطدم بحافلة مزدوجة تابعة للشركة الجهوية للنقل بنابل، مما أدى لانقسام الحافلة، وتولت على إثر ذلك فرق التدخل الميدانية إسعاف ونقل جميع المصابين وتخليص الجثث من حطام الحافلة ونقلها لمستشفيات تونس الكبرى. جاءوا للمركز الإصابات 34، قبلنا توح لحد الآن 5 يعني تحت في المستشفى، والآخرين مازالوا يعني فحص أولي ولبس عليهم. كار تجري ترانجاي يجري كاو صار لك، ما ثماش حتى سكيورتي، ما ثم حتى شيء. وحسب شهود عين ومتساكني المنطقة، فإن أسباب الحادث تعود لانعدام الكهرباء بالطريق وعدم توفر حواجز بالسكة، هذا بالإضافة لغياب تام الحارس المحطة، مؤكدين أن كل الظروف في الطريق توحي لوقوع حادث. الصباح الكار مغاديكة سيرت الشادة سيرت ونورمال، وراء نقل الجامع يعمل كي نقل الجامع يعمل كود فولون وخرج من وراء الكار، فهمني؟ ودوما عمل طلة كي صغير هو وحل، عرفت؟ حط بريمير دوزيام وقصد ربي على روح، يعمل كاين الكارب كيما عمل نقل الجماعي، عمل الكارب بالضبط هكا وساطو ضارب الضو، وفماش باهي كلموه، كلم لهم 50 60 مرة، كل واحد باهي تو نجيو، وتعرف وقت يجيو الا ما صارت كات تنسى اللي فما تمام بالحق، تبدا تزقزق يمين يسار يمين يسار جوست باش تبدا الحفر، فهمتني؟ الباري مكسر وما فماش ضو وما فماش عساس، حمل المسؤولية الشيمينو سي نورمال كاتاستروف جيرة، وتلقى لا عساس ولا تلقى البريير هابطة، واحدة مكسرة والأخرى معلولة. المسؤولين واللي تحولوا المكان الحادث كل واحد فيهم حمل المسؤولية لجهة معينة في انتظار ما ستثبت التحقيقات. احنا رانا كشيمينو كشركة ما عنا فيها حتى دخل، صحيح عنا مشكلة في البريارات لكن هذه من الماء معناتها حاجة من عند ربي، زيد عنا احنا المسؤول على العساسة، كان فما عساس صحيح فما عساس، ديجا العساس شد 7 متاع الصباح وطلعت عدى 6 متاع الصباح. الحافلة في حالة جيدة، السائق اللي يعمل في خط هذايا تقريبا يوميا يعمل في خط هذايا بصفه مستمره، يخدم في الخط معناها 140 نابل تونس. الاشغال كانت على طول الطريق هذايا، النقطه هذه مازالت تستحق، مازالت المقاولات، مازالت وزاره التجهيز باش تكمل الاشغال فيها. تحولت للمسؤولين نتاع السنسيفتي، عاودت نفس التنبيه، ما عنديش راه حتى 3 ايام، عاودت نفس التنبيه، ارجوكم راه المكان خطير، رانا نتعداو منه الكل حتى لين صارت الكارثه. الناس الفنيين اعطيونا حقيقه الامور باش نعرفوا علاش اذا كان ثم خطا كلكونك، باش كل حد تحمل مسؤوليته. هذا وتحولت لجنه التحقيق تضم مختصين من النقل والامن والحمايه المدنيه لمعاينه المكان والكشف عن ملابسات الحادثه، فيما تعهدت كل من وزاره الداخليه ووزاره النقل باتخاذ الاجراءات اللازمه في حق كل من ثبتت مسؤوليته. في سياق متصل، نقل رئيس الجمهورية رفقة كل من وزير النقل ووزيرة الصحة المستشفى الحروق البالغة بن عروس لمعاينة حالة المصابين في الحادث، وندعى لضرورة تحديد المسؤوليات. على اثر الحادث اللي جد اليوم الصباح في منطقه جبل الجلود بتونس العاصمه، بين قطار متجه للقلعه الخصبه والحافله التابعه للشركه الجهويه للنقل بنابل، زار رئيس الجمهوريه الباجي قائد السبسي صحبه وزيره الصحه سميره مرعي ووزير النقل انيس غديره، زاروا جرحى هذا الحادث بمركز الحروق البالغه ببن عروس. اولا ساعه نعزيو الناس المتوفاه وعائلاتهم، وكذلك ايضا الناس اللي هما مصابين نتمنوا لهم الشفاء،
ولكن ايضا يلزمنا نفهموا اللي هالحوادث هذه ما حقاش معناها تتكرر. ليش؟ لان من نتاع القرن الفاضي. شنو معناها الوحده ما تمشيش اللوحه الحاجز هذا ممكن ما تمشيش، نحط واحد في بقعتها باش يبين للناس يتعداو ما يتعداوش، يعملوا الاشاره الحمراء هذيك. وهذا مش معقول يقولوا الراجل يجي كان في سبعة، يلزم يكون غادي وقت اللي ثم ترينو. لهذا احنا مش نلفتوا يعني انظار السلطات المعنيه بالامر هذا في مخص الكذا باش هذا ما عادش يقع. زاد ثم ناس ما يحترموش الضوء، المواطنين لازم زاده يفهموا اللي راهو ثم مخاطر كبيره. الاسعاف كان حاضر دقائق بعد الحادث، وين تم اجلاء 46 جريح توزعوا على مستشفيات تونس العاصمه، البعض منهم حالتهم حرجه. وقع الاسعاف على عين المكان في الوقت اللازم معناها، وهذا معروف به على خطر عندنا طريقه عمل اللي هي سامي والكورك اللي تولي معناها ماشينالمون تخدم معناها بطريقه منظمه وبطريقه معناها مسبقه معروفه، وحتى الديسباتشينغ حسب الحالات اللي صاروا. التحقيق تحل 15 دقيقه بعد الحادث واللي جاء بعد خطا بشري. وبالنسبه لتعطل الحواجز المتكرر، انيس غديره وزير النقل يوضح. هي راهو هذه مشكله، مش كان في الحاجز، في العديد من الحواجز اللي قاعدين يشهدوا عمليه تخريب ممنهجه، تقريبا عمليه السرقه نتاع نقولوا احنا النحاس اللي موجود في التجهيزات هذه قاعده تصير. 40 حاجز الكتروني باش يتم تركيزهم في النقاط السوداء في مختلف انحاء الجمهوريه، تكلفتهم ب 12 مليون دينار، فهل هذا الحل لمجابهه مثل هذه الكوارث؟ هذا وعلمت نسمة أنه تم إقالة صبيحة دربال الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وخمسة مديرين مركزيين بنفس الشركة، من بينهم المدير المركزي المكلف بالصيانة والمدير المركزي المكلف بالتجهيز، على خلفية حادث جبل جلود. حادث آخر شهدته مدينة المتلوي من ولاية قفصة اليوم العشية، وتمثل في اصطدام قاطرة لنقل الفوسفات بشاحنة لنقل الفوسفات، وأدى الوفاة مرافق سائق القطار على عين المكان، في حين أصيب سائق القاطرة إصابات خفيفة. هذا هو أكد عادل العبيدي المدير الجهوي للحماية المدنية بقفصة لنسمة أنه سائق الشاحنة هو المتسبب في الحادث نظرا لوضوح الرؤية. اختتم اليوم الأساتذة والمعلمين سلسلة الإضرابات الإقليمية بكل من ولاية تطاوين وتوزر وقبلي ومدنين وقفصة. نشوفوا التقرير. 28 ديسمبر 2016 تاريخ اختتام سلسلة الإضرابات الإقليمية الدورية اللي نفذها الأساتذة والمعلمين بكافة المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية. موعد اليوم كان من نصيب ولايات الجنوب تطاوين وتوزر وقبلي ومدنين وقفصة، وين جدد الأساتذة والمعلمين تأكيدهم على ضرورة حفظ كرامتهم. اليوم احنا في اجتماعنا هنا من أجل كرامة المربي، من أجل عدم خصص التعليم، من أجل مدرسة عمومية ديمقراطية موحدة حرة يقرأ فيها أولاد الشعب الكلي. نحن نحب إصلاح يمس البرامج، المحتوى، طرق التقييم، زمن المدرسي في دراسة صحيحة. النسبة العامة لإضراب اليوم بلغ 98% حسب ما أكدوه النقابيين، فيما جدد المربين التأكيد على رفضهم لوجود وزير التربية ناجي جلول على رأس الوزارة. وجوده أصبح وجود من أجل إتمام مشروع تخريبي يضرب عمومية المؤسسة. إضرابات تخللتها وقفات احتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتعليم والتربية، وسط التهديدات بالتصعيد في حال عدم استجابة للمطالب، وتبقى الأيام القادمة كفيلة بتحديد مصير العلاقة بين النقابات وسلطة الإشراف. ادعت نقابة القضاة التونسيين اليوم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة تحمل مسؤوليتهم والحضور بكثافة الأولى اجتماعات المجلس المزمع عقدها غدوة الخميس. كنا سباقين على الأقل لوجود حل للخروج من المأزق هذا. الحل هذا اللي لقيناه في القانون اللي هو الفصل 36 اللي يجيز اللي ينص على أنه رئيس الهيئة أو ثلث الأعضاء يدعي لعقد المجلس. صار دعوة أولى ما توفرش النصاب نتاع الثلثين. صار دعوة ثانية اللي هي إن شاء الله غدوة يوم 29 ديسمبر، وحضور النصف برك يكفي. نظر في جملة من الإشكاليات العقارية للتجمعات السكنية في أراضي الدولة بالإضافة لدفع المشاريع التنموية بالجهة، كان محور لقاء كاتب الدولة لدى أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك رشيد بولي منوبة أحمد السماوي.
التأكيد على أهمية رصد العقار الدولي في دفع مسيرة التنمية بولاية منوبة كان محور زيارة كاتب الدولة لدى أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد اليوم لعدد من المناطق بولاية منوبة بحضور مجموعة من المستثمرين. وقع طرح جملة من الإشكاليات العقارية المتعلقة بالتجمعات السكنية على أراضي الدولة إلى جانب الوقوف على مشاكل تعطل مجموعة من المشاريع التنموية. التجمعات السكنية المبنية على العقار الدولي هذه بطبيعة الحال احنا نحاول نلقوا فيها حلول ملائمة القديم منها على الأقل. يوم وقت من الأوقات اللي نخموا فيه لوضع هذه العقارات على ذمة المستثمرين لنحت مستقبل منوبة الاقتصادي. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بمنوبة قال إنه عديد الفلاحين طالبوا اليوم بتسوية الوضعية العقارية لعدد من الأراضي الفلاحية اللي يستغلوا فيها منذ سنين دون امتلاكهم الوثائق قانونية تثبت ملكيتهم للأراضي. المشكل الكبير اللي هو تسوية وضعيات العقارية متاع الناس اللي قلت لك هذوما ماخذين من الستينيات اللي يشملهم قانون 48. من جهة أكد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة أنه تم الشروع في دراسة عدد من الملفات المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية وباش تتم عملية التفويت فيها للفلاحين وفق شروط مضبوطة. 290 ملف بدينا ندرسوا فيهم، لقينا 33 ملف في مساحة 252 هكتار تستجيب للشروط متاع التسوية. وتعد مسألة تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكنية والأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة من أهم الإشكاليات اللي تطلب اليوم إيجاد حلول عاجلة وجذرية. ظاهرة الإقبال الكبير على العرافين والعرافات رغم تطور العلم والطب، شنية الأسباب وكيفاش يخمم المواطن اللي يتواجه للناس هذوما؟ نحاول نشوفوا الإجابات في التقرير هذا. عرف، منجم، دجال، ساحر، مشعوذ، وجوه متعدده لعمله واحده وصفات اطلقها العديد من الاشخاص الرافضين لمثل هالممارسات فيما يطلق اهل المهنه على انفسهم مصطلح حكيم روحاني ويستغلوا اساليب ملتويه ومتعدده فيها الخطابه وبيع الوهم ويتمكنوا من خلالها من اقناع الناس انه في ايديهم العصا السحريه لحل مشاكلهم. العرافه في تونس تجاره موازيه وعالم مغلق يتمعش منه اكثر من 145,000 شخص، ما تمكناش ان ناخذوا منهم تصريحات باعتبارهم يرفضوا الظهور أمام الكاميرا، لكن تمكننا من رصد أراء التوانسة اللي تختلف أراءهم في علاقة بالملف. عبد تعب في حاله، قلوا له نفعتني هذيك العرافة وشنو ولا ما خذتش زادة، قلوا له بنتي بيرة ما خذتش. يمشي لها يخسر في فلوسه وشرك بالله. العرافة معناها ما يمشيش اللي يجي، يكونش الإنسان اللي ثقافته محدودة. مكلين فلوس، ما فما حتى نتيجة. تم ناس يمنوا بالعرافة ومازالوا يمشوا، يخلوا الطبيب ويمشوا للعرافة. حلق الأضعف العراف الواحد كان اللي يمشي ليه كان ما يوس ما يأس. الإقبال على العرافين والعرافات يعتبروا علم الاجتماع وعلم النفس نتيجة ضعف فكري وانعكاساته غالبا ما تكون اختيارة على المجتمع من التفكك الأسري وخلق للمشاكل بين الناس وتوصل إلى حد ارتكاب الجرائم وإزهاق الأرواح. كان فما عمليات مخدرة، أنا نعرف اللي في الوزارة فما شكون بنية هو ينحيلها في الجن ماتت. أنا لاحظت حتى بعض النساء اللي جاوني وكانوا التجأوا قبل إلى العرافين حسوا اللي هما كانوا عايشين في أوهام كبيرة، فما تفكك أسري كبير، نلقاو مثلا المشاكل بين الزوجة والزوج والصراعات هذيك اللي تخلي للناس تلتجأ للحلول السخيفة هذه. الناس هذونا ضحيتهم هم الناس اللي يشكم الفقر النفسي والثقافي، الناس اللي ثقافتهم مبنية على الخرافة والأسطورة، الناس اللي يهزمهم الواقع. ورغم تقدم الطب والعلم في تونس إلا أنه ما زال بعض التوانسة على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية والتعليمية يتعاملوا مع العرافين في كنف السرية، ويبقى السؤال المطروح كيفاش ينشطوا الناس هذوما بطريقة غير قانونية. في موضوع آخر، تمكنت وحدات مركز الشرطة البلدية بمنطقة البرج 2 بنابل الراجعين بالنظر للفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالولاية ومتفقدي الإدارة الجهوية للتجارة وطبيبة بيطرية رجع بالنظر للإدارة الجهوية للفلاحة، تمكنت من مداهمة مسلخ ما تتوفرش فيه أدنى شروط صحية ويعمل بصفة عشوائية، وتم خلال المداهمة حاجز نصف طن من الدجاج المذبوح والحي واللي كان معد للترويج في الأسواق، بالإضافة فالحجز المعدات ووسائل النقل المعتمدة في نقل اللحوم اللي ما تتوفرش فيها أدنى شروط الصحة، وان تم أعدام الكمية وأعلام النيابة العمومية اللي أمرت بدورها بإيقاف صاحب المسلخ. لليوم الثاني على التوالي واصل الناجحين في مناظرة عملة منجم الفوسفات بالمكناسي غلق الطريق الوطني عدد 14 الرابطة بين صفاقس وقفصة احتجاجا على تأخر انتدابهم، بالإضافة لغلق مدخل المدينة في اتجاه صفاقس مع السماح ليلا لمستعملي الطريق بالعبور.
11 نوفمبر 2016 هبطت نتائج نهائية، تعهدوا من بعد النتائج بشهر باش يسولنا وضعيتنا، نتائج نهائية باش يسولنا وضعيتنا. التعهد اللي تعهدوه ما صار منه حتى شيء. اليوم عنا شهر و17 يوم نستنوا فيهم، ما ثماش حتى جديد يذكر. اليوم قمنا بالاحتجاجات وما زلنا راه باش نصعدوا لقدام باش نرجعوا لتالي، ما ثماش. ونبقاو في ولايه سيدي بوزيد، وندخل اليوم اهالي منطقه سلامه من معتمدي بير الحفايف في اضراب عام يتواصل لمده 3 أيام بسبب مطالب تنمويه. دخل اليوم أهالي منطقة سلامة من معتمدية بير الحفي في إضراب عام لمدة 3 أيام، وذلك المطالبة بحق المنطقة في التنمية وحقهم في إحداث بلدية. وتم إغلاق مركز البريد والمدرسة الابتدائية ومركز الصحة الأساسية ونادي الشباب الريفي. بعثت لجنة في الغرض، لجنة فنية، ويعني زارت المنطقة وأقرت بأن البلدية في هذا التقسيم الترابي الجديد تكون لأهل لمنطقة سلامة. كل ميزانية راهي مرصودة منذ عدة سنوات. عندنا مجلس قروي مهيئ من عام 2000، لذا حقوقنا مهضومة باش نطالب بحقوقنا، وهذا حقنا في الدستور. والي سيدي بوزيد في تصريح خاص به قناة نسمة أفاد أنه من المنتظر أن يتم إحداث عدد من البلديات الجديدة، كما أكد أنه سيجتمع بالأهالي لدراسة مطالبهم. يزموا يتفاهموا الوضع ويتفاهموا أنه بلادنا مش قادرة باش تبعث 300-400 بلدية في نفس الوقت، يعني ثم تدرس ثم امكانيه تحكم فينا، وقت اللي يجي دورها كبلديه تاخذ حقها كما تاخذ حق كما ياخذ الجهات الكل حقه. وفي حال تواصل تجاهل السلطة المطالب هذه، فانه اهالي معتمديه بير الحفي عبروا عن استعدادهم للتصعيد. وفي فرنانة من ولاية جندوبة عبر عدد من الفلاحة وأصحاب رخص بيع مادة السداري عن استيائهم من نوعية المادة هذه واللي تثبت في نفوق عدد هام من أبقارهم وأغنامهم. نشوفوا التفاصيل في التقرير هذا. نفذ عدد من الفلاحة وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة احتجاجا على نقص مادة السداري واللي تقدر ب 600 كيس موجهة لأكثر من 20,000 فلاح. 600 شكارة في معتمدية يعني فيها قرابة لل 20,000 فلاح، يعني ما راهم مش معقول في بتاتا. كما طالب زاد أصحاب رخص بيع السداري بتحسين نوعية المادة هذه اللي تسبت في نفوق عدد هام من الأغنام والأبقار. نفرخها للفلاحة ويرجعوها لي في الكهرباء، يرجعوها لي. قعدت ندور بها نرجعها للكراج حتى واحد ما يقبلها، نرجع للديوان ري رطبه ما بوش يعطوا ما بوش يقبلوها على الفلاح، لا خذ ولا تنحى لك الرخصه. من جانبه أكد والي جندوبة أنه تم مراسلة الجهات المعنية من أجل الترفيع في حصة ولاية جندوبة من مادة السداري، إلى جانب ضرورة تحسين نوعية المادة هذه. قمنا بطلب إلى الجهات المختصة في الترفيع في الكمية المسندة إلى ولاية جندوبة، مع لفت نظرهم إلى قلق المربين من نوعية مادة النخالة التي توزع. مشاكل كبيرة يعيشها القطاع الفلاحي بمعتمدية فرنانة، منها نقص مياه الري وتوفر كميات محدودة من الأعلاف، وهو الشيء اللي زاد عمق من معاناة الفلاح اللي طالب اليوم السلطات باتخاذ إجراءات كفيلة تحل أزمة القطاع الفلاحي بولاية جندوبة. نترحم مرة أخرى على توفاه في حادث جبل جلود. وهكذا نكون وصلنا مشاهدين نهاية موعدنا الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الرسمي على الانترنت www.nisma.tv. مشاهدة طيبة للجميع.